اختي بغيت نعطيك العجين ديال البيتزا كانت طلبات اييه واخا هذا راه كنديرو ديما وكيطلع لي زعما غزال كندير هاد البيتزا كنديرها على شكل بحال سنيك اولا كنديرها عاوتاني دايره المهم كتصلح ليا لكل شيء اييه واخا عندنا واحد 500 غرام ديال دقيق الفورس 500 غرام ديال دقيق الفورس عندنا كنزيدوا لها تقريبا واحد الكاس ديال العنبه داك الصغير ديال السميده رقيقه واخا الصوت ديالك بعيد سعاد دابا كتسمعيني مزيان واخا قلنا 500 غرام ديال دقيق الفورس ايه هو واحد تقريبا كاس ديال العنبه ديال السميده رقيقه كاس صغير وكنشدوا هادو كنخلطوهم مع ديناتهم وكنزيدوا عليهم تقريبا واحد 4 ديال المعالق كبار ديال زيت الزيتون ايه وكنزيدوا واحد المعلقه صغيره ديال السنيده وكنزيدوا معلقه صغيره ديال الخل معلقه صغيره ديال الخل اييه واحد قبيصه ديال البزار وقبيصه ديال الملحه وواحد المعلقه كبيره ديال الحليب غبره اييه بودره وواحد المعلقه صغيره مطحونه ديال الزعتر اييه صافي هادشي اللي عندنا وعندنا على ما تقد يهزوا صبعنا بحال نوقه ديال الخميره ديال الخبز ديال الدار شويه ماشي بزاف صافي كنخلطوا هادشي وكنزيدوا الماء دافي اييه وكنجمعوها مزيان وكنديروها في واحد البلاستيك وكنخليوها ترتاح تقريبا واحد ربع ساعة. اييه. هذيك الساعة غادي بحال دابا هذا المقدار اللي عطينا كاين يعطينا ثلاثة ديال البيتزات إلا بغينا متوسطين. أولا إلا بغيناهم كنديروهم هذوك على شكل شنيك راه كنقطعوهم غير على جوج وكنطلقوهم مزيان وهاد العجينة ملي كنبداو نطلقوها كنرشوا ليها السميدة رقيقة حيت ملي كنروليو هذاك اللي بغينا نديروها رولو على شكل شنيك كتجي ديك السميدة رقيقة فيها كتجي غزالة كتبان لك حرشة زوينة. واخا الله يعطيك الصحة. كنطلقوها مزيان وكنعمروها راه العمارة الأخوات كلشي كيعرفوها الصلاة وداك الشيء صافي وكنروليوها وكنقطعوها أولا كنطلقوها ثاني وكنثقبوها مزيان وكنعمروها. عندي أختي سنة وعندي واحد الحريشات معمرين. حريشات معمرين اييه اييه عندي دابا بالنسبه لهذوك الوليدات اللي راهما ما عندهمش داك الدقيق اللي عندهم داك المرض ديال الجلوتين اييه هذوك يمكن لينا نديروهم بدقيق الذره ودقيق الروز واخ اييه هذوك ممكن الا بغينا لينا حنايا راه كنديروهم بالسميده الرقيقه عادي اييه عندنا غدا نعطي انا دابا تقريبا هي نفس الطريقه ونفس كل شيء انا غدا نعطي العجينه العاديه عندنا تقريبا نص كيلو ديال السميده الرقيقه اييه كنديروا ليها الجمعه ديال زيت الزيتون وشويه ديال الخميره ديال الخبز اييه واحد البيضه اييه وشويه ديال الملحه صافي وكنخلطوها بالماء دافي هاد العجينه تجمع بالماء دافي اييه العجين بالماء دافي وكنخليوها ترتاح كنحاولوا نطلقوها شويه السميده كتشرب كنخليوها تقريبا واحد نص ساعه في واحد هذا كان عندنا الحشوه كناخذوا شويه ديال المطيشه ما نكثروش غير شويه ديال المطيشه اييه كنشحروها والبصله وشويه ديال الكفته تكون متبله بالقزبر والمعدنوس وبالبصله وبالتوابل ديالها شويه ديال الابزار والتشميره والكمون وكنصافي وكنشحروا هادشي كلشي كيكون مشحر واخا دابا هاد العجين حيت كيكون عندنا شويه خفيف كناخذوا دوك الاطار اللي دائري كيكونوا صغار تقريبا قد الفم ديال الزلافه اييه كناخذوا واحد الطاوله اللي كتدخل الفران وكنفرشوا فيها الكاغب ديال الزبده وكنحطوا داك الاطار وكنحطوا فيه تقريبا مقياس داك الشيء اللي غادي يغطي لينا داك القاع تقريبا واحد الجمعه القاع عامرين ديال داك الخليط ديال ديك العجينه اييه وكنزيدوا كنديروا داك الخليط كنديروا البصيله والكسته وسميتو المطيشه وكنغطيو عاوتاني اييه وكنقادوهم بالاصبع ديالنا اولا بالمعلقه هكا كنقلبوها على هذا كنقادوهم تيتقادو وكنهزو داك الاطار كنهزو نحيدو اييه وكنبقى غادي العمليه بحال ما هكا حتى كنكملوهم اييه واخا صافي وكندخلوهم للفران كيطيبو كيجيو رائعين الوليدات الكوتي هادشي اللي كاين فعلا تشوف الكوتي يعني